السلام عليكم البنات، كيراكم دايرين؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي اليوم، جيتكم بهذا الفيديو اللي هو عبارة على هذا الكغاتان اللي كتشوفوا. هو مديور بلي زونديب، كيجي طبق رائع. وهذا لي زونديب هو نوع من شلاضة سلاد اللي معروفة عندهم هنا في فرنسا، ويمكن كان كاين حتى في المغرب. يعني كيجيو المذاق ديالهم مر وكيجيو رائعين. هما كيجيو على هذا الشكل كما كتشوفوا قدامكم. المهم غادي نوريكم الوصفة، نوريكم كي كيجيو. كيجيو هكا، كنقشروهم يعني كنحيدهم، بعد كنديرهم انا كيتفوروا، يعني كنغسلهم كنحيدهم داك القلب وكنديرهم كيتفوروا في هاد هاد اللي سميتو الطبق اللي كان فاش كنفور. المهم ديرهم نتوما في الكاس وديرهم فيما بغيتو. من بعد كنديرو لهم كنسوطيهم يعني بغيزي، شويه ديال الزبده وشويه ديال لي زير هكا. اللي عندكم اي حاجه نتوما كتبدلوها ديروها معاهم، ملي كتسوطو باش كيحملهم داك الماء، حيت ما فيهم الماء بزاف. هنايا غادي نحضر واحد البيشاميل اللي غادي تطرق هاد الطبق ديالي كما كتشوفوا. المهم درت هنايا 40 غرام ديال الزبده و 40 غرام ديال الطحين. كنحرك مزيان وكنزيد الحليب، الحليب على حسب الكميه اللي عندكم. انا درت هنا السيترو، هو اللي غيقدني في هذا الخليط هذا. غادي نبدا نحرك كما كتشوفوا، خصني نحرك يعني وانا هي بقى العافيه، ولكن غير بشويه. غادي هاد الصوص بيشاميل كتجي واعره البنات صدقوني. درت شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال هذا الكوزه، الله يفكرنا بالشهاده، شويه ديال الكوزه. وغادي نبدا نحرك، ومن بعد تعقد لي هذه ونكمل معكم بقيه الوصفه. من بعد البنات هنايا كما كتشوفوا، كما كنشوفوا كنحرك. من بعد غادي نزيد شويه ديال الكريم فريش كتعطيها واحد المذاق رائع. يعني البو عندي فيه هنا 200 غرام، ولكن ما غنديرهاش، غندير غير جوج معلقات ثلاثه، كيعطي واحد المذاق رائع لهاد لاصوص بيشاميل. ومن بعد غنكمل معكم بقيه الوصفه. وجدت ليا لا كريم بيشاميل ديالي. غادي ناخذ الطبق وغادي ندير فرماج هنايا غابي. يمكن لكم ديروا اي فرماج غابي، درت انا الفرماج ديال لي مونطال. وعندي هاد لي زيسكالوب ديال لادانت. ديروا لادانت، ديروا البولي، ديروا اي حاجه عندكم. الزبيده باش ندهن لو مول ديالي. ومن بعد غادي ناخذ دوك لي كريب وغادي نبدا نستفهم، نحط فيهم الاول. غادي ندير لي زونديب. كما كتشوفوا هاد لي كريب صراحه كيجيو كيجيو رطبين وكيجيو خفافين. طريقه اللي كندير ان شاء الله نبارطاجيها معكم فيديو واحد اخر. وهنا كندير هاد لي زيسكالوب ديال لادن كما بكم، يا اما لادن يا اما البولي يا اما الكاشير اللي عندكم. المهم يكونوا باش يمكن لكم يترولاو. كندير هنا لي زونديب هما الاولى. غادي ندير واحد شويه ديال لاصوص فوق هادو وغادي نغوليهم وغادي نحطهم فوق داك الطبق يعني اللي وجدت قبيله، لان غادي ندخلهم للفران باش يتكغاتيناو. المهم نخليكم مع الوصفه ومع بقيه الفيديو. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه.
بعد ما كملت بزاف ديال لي كريب ديالي، غادي ناخد هاد لا كريم بيشاميل وغادي نديرها فوق منهم. ضروري خاص يكون لا كريم بيشاميل فوق منهم باش يتشربوا، كيجيو بنان صدقوني البنات، كيجيو رائعين. وصفة اقتصادية يعني ماشي مكلفة. لي كريب كيتوجدوا بالحين، هذاك لي زونديب ماشي غاليين. لا كريم فريش حتى هي هذيك لا كريم بيشاميل حتى كتوجد مزيانه. نسيت ما قلت لكم بان لا كريم بيشاميل انا درت فيها لا كريم بيشاميل، درت فيها لا كريم فريش، كتعطيها واحد المذاق زوين ماشي غير الحليب. يعني لا كريم فريش كيعطي واحد المذاق رائع جدا صدقوني. انا ما قلتها لكمش في الفيديو ولكن درتها، ما عرفتش بان ولا ما بان لكمش فيديو لاني سرعت شويه، ولكن درت فيها لا كريم فريش كتعطي واحد المذاق رائع. حنا غادي ندير الفخوماج، وغادي ندير الفخوماج غابي. ديروا اي فخوماج بغيتو نتوما، لي مونطال لي مونطال، بغيتو ديروا الكغيير، بغيتو ديروا اي فخوماج عندكم متواجد. المهم الفخوماج اللي كيدوب، ولا ديروا بغيتو ديروا الموزاريلا ديروها حتى هي. انا عندي هاد لي مونطال، هذا هو اللي درت، قسمته على جوج. وغادي ندير الباقيه الاخرى في المول اللي كما كتشوفوا قدامكم. هاد المول عندي اوبال ماشي كاري، غادي ندير هاد لي زونديب اللي بقاو لي، وما عنديش ما بقاليش لي سكالوب، عندي الكاشير. غادي ناخد الكاشير غادي الحار، غادي نحكو هكا، ومن بعد غادي ندير فوق منه شويه ديال ديك البيشاميل هكا غير باش ما يجوش ناشفين، وغادي نستفهم كما كتشوفوا في الطبق. هنا كما كتشوفوا كذلك، من بعد ما كملت يعني البقيه ديال لي كريب، درت ليهم ديك لاصوص بيشاميل اللي بقات ليا، وغادي ندير الفخوماج وغادي ندخلهم للفرن، غادي نخليهم حتى يتغراتينو مزيان وصافي. غادي نقدم الطبق هكا مرافق مع شليطه ولا اي حاجه عندكم. هنا كما كتشوفوا دخلتهم للفران، غادي نخليهم حتى يتحمروا، هما اصلا كلشي طايب فيهم، يعني خاص غير داك الفخوماج شويه يولي مغراتيني من الفوق. وهذا هو الطبق كما كتشوفوا، عن جد كيجي رائع جدا صدقوني. المهم كانت تعجبكم الوصفه، الى عجبتكم ما تنساونيش باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينه، وبارطاجيوهم مع الحباب. وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، القاكم في امان الله، مع السلامه.